في الثامن من تشرين الأول لعام 2013 أعلنت وزارة الشباب والرياضة انسحاب العراق من خليج 22 بقرار من مجلس الوزراء على خلفية نقل البطولة من البصرة إلى جدة السعودية. اليوم وبعد انتخاب رئيس جديد لاتحاد الكرة قرر مجلس الوزراء المشاركة في خليج 22. هذا القرار بحسب رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود سيساهم في رفع الحظر الكروي عن العراق لما للاتحادات الخليجية من دور مؤثر على الساحة الدولية. وهذا يكون دعم لاتحادنا لرفع العذر عن الكرة العراقية. لو كان العراق ما مشارك في بطولة الخليج صعبة كان محاولاتنا لرفع العذر، لأنه إخواننا الخليجيين كانوا يقفون ضدنا، ولكن الآن يكونون أمام أمر الواقع يقفون مع العراق برفع العذر عن الكرة العراقية، وخاصة في عاصمة العراق عاصمة بغداد الحبيبة. الجماهير الكروية رحبت بهذا القرار لكونه يصب في مصلحة المنتخب العراقي المقبل على مشاركة مهمة في نهائيات أمم آسيا في استراليا، ويمهد لاستضافة العراق لخليج 23 على حد قولهم. هو قرار جيد ويصب بمصلحة الاتحاد العراقي الجديد، ويعني حتى ما يبقى العراق متواصل ويا الدول العربية وكل المحطات يكون موجود، وإحنا هذا القرار أصلاً محتاجي حتى ما تكون قطيعة بيناتنا وبين الدول العربية. هو أكيد يصب مصلحة الشعب العراقي أيضاً، لأن إحنا شعب رياضي أولاً ومن متابعين كرة القدم، وإن شاء الله هذا شيء إيجابي للكل. فيما ترى الصحافة الرياضية بأن القرار له أبعاد سياسية ورياضية في ذات الوقت، ولا يبتعد عن محاولات الحكومة العراقية في فتح آفاق جديدة مع دول الخليج. انفتاح على الأخوة في المملكة أخذ مدايات بعيدة هذه الأيام، وجاء قرار مجلس رئاسة الوزراء بهذا الصدد ربما من باب احتواء الآخر وحل الأزمات اللاحقة ودعما لتشكيل حكومة يرأسها رئيس الوزراء الحالي. هذا جانب. الجانب الآخر وهو ذا صبغة رياضية بحتة، انتخابات اتحاد الكرة أفضت إلى رئيس جديد، الرئيس الجديد مطالب أن يرفع الحظر عن الملاعب في العاصمة بغداد تحديدا. هذا الرفع يحتاج إلى أصوات داعمة قوية، وكلنا يعلم مدى اهتمام الأخوة في الجوار الخليجي إلى بطولة الخليج. أحمد قاسم، الحرة، بغداد.